مرحبا انا اخصائي التغذية دانا بردق جفاعوري اليوم رح نحكي عن موضوع شائع كتير كتير في من الاشخاص بيسألوا عنه وصاروا مهتمين اكتر انهم يعرفوا معلومات واللي هو البكتيريا النافعة في الامعاء او في المعدة البكتيريا النافعة هي انواع من البكتيريا بتتواجد بشكل طبيعي بالمعدة عادة وبالامعاء تكاثرها عادة بيجي بشكل تلقائي وطبيعي في الأشخاص الطبيعيين أما بالأشخاص اللي بيكون في عندهم ممارسات غذائية خاطئة أو في عندهم توتر عالي جدا أو بدخنوا كتير أو بيشربوا كتير من المياه الغازية والكافيين ممكن هذا يأثر على كمية البكتيريا النافعة في المعدة وبالتالي رح تظهر أعراض قلة أنواع هاي البكتيريا أو موتها بشكل أسرع من إنها تتكاثر

اعراض النقص هاي بتبدا من شعور بالانتفاخ الشديد وبتمتد الى اوجاع مختلفه وممكن امساك شديد للاشخاص اللي بيعانوا منه طبعا احنا كحلول لهاي الاعراض بنبدا مع الشخص بانه نحاول نزيد من هاي البكتيريا النافعه وعاده بتتواجد بانواع الخمائر المختلفه مثل اللبن حتى هلا بنلاقي بالسوق بعض انواع الالبان اللي بتحتوي على البكتيريا النافعه للجسم إذا كانت الحالة مستعصية طبعاً أكيد إحنا بنفضل إنه نتابع مع طبيب لأنه بهاي الحالة ممكن يوصف أنواع معينة من البكتيريا يقدر الشخص يتناولها كمكمل غذائي ليساعده على حل هاي الأعراض البكتيريا النافعه طبعا اكيد ما بصير تكون بكميات كثير كبيره بالمعده حتى كمان لانه هيك رح تعمل اعراض سيئه ومنها الاسهال للاشخاص اللي بحسوا بانزعاج كنفخه وجود الغازات او الامساك الشديد لازم يتابعوا دكتور او اخصائي تغذيه ليساعدهم على حل هاي المشكله وينصحهم بانواع البكتيريا النافعه اللي ممكن يتناولوها لتحل هاي الاعراض وتحل المشكله من جذورها